هاي وصلنا. ايه كيف عجبك؟ طبعا عجبني والله بيطير العقل. مو معقولة والله، حاسة حالي نايمة وعم بحلم مشان الله طارسني. شي بياخد العقل. نحن عجبك، رح نقضي فيه ليلة حلوة وبوعدك ما تنسيها بحياتك. أنا بدي الفطور يجي على غرفتنا مثل ما بيعملوا بالأفلام. مو بس الفطور، الغدا كمان. أنت أمري وكل شي بيرخص لك. عن جد مو مصدق أبدا أني رح أنام بأوتيل فخم مثل هذا الأوتيل، وكمان على سرير كبير. وأكيد بيكون في عندهم شامبو كتير منيح وما بينزعلي شعري. معقول الحكي يا عمري؟ طبعا في عندهم، هذا أوتيل 5 نجوم وفي بيانو وجاكوزي كمان. وبطمنك أنه حوض الجاكوزي كتير واسع وفخم، حتى أنه رح يساعنا اثنيناتنا سوا. يا الله على هالنس، ونسينا شناتي برا بالسيارة. ولا يهمك، هلأ بيجيبوهم، بس يمكن تأخروا لأنهم عم يصفوا السيارة. المهم هلأ أنا رح أملي البيانات. روحي عادي، هلأ برجع. يلا المساء بشوفك مجد، أنا سابقك على البيت. طيب أوس، أنا ما رح طول. الله معك مجد. شكرا كتير إلك، وخاصة من شان هاد. بس هذا إلي، أنا اشتريته من شاني. ما فهمت كيف يعني من شاني؟ جبته لأحكي معك إمتى ما بدي. هم طيب، وبلكي ما كان جاي عبالي يرد على تليفونك. أليس؟ عم أمزح معك، فيك تحكي إمتى ما بدك وبأي وقت، ما في عندي مشكلة. شو؟ باين العاشق والمعشوق رايقين كتير، بس يعني مالكم بالعادة؟ أنا متعودة عليكم تضلوا عم تتخانقوا. لين لو سمحتي تركينا بحالنا. ليش أنا شو عم ساوي لكم مجد بيك؟ إذا بابا مو هون بتاخدوا راحتكم على الآخر؟ تسكتي ولا شو؟ مجد لو سمحت وطي صوتك هالمرة، من شان أليس، من شان رح أسكت. بلا ولا خوفتني. مجد نحن ما اتفقنا انه ما نرد على هدول الناس التافهين. تركها تحكي يلي بدها اياه، لانه ما في حدا ابدا بيقدر يبعدنا عن بعضنا. معك حق، خليها تحكي يلي بدها اياه. ها هيك بدي اياك. صار لازم هلا اروح على البيت لشوف شو ناطرني هنيك. المسا بحاكيكي. جاوب، مع اني صرت متصلي فيها 100 مرة ما عم ترد يا امي. ايه ليكي سونيا، اتصلي برفيقتها لين اكيد بيكونوا سوا. انا كنت مسجله رقم لين على شقفة ورقة صغيرة. بس رحتي حضرتك امتيها وكبيتيها بالزبالة. شو بدنا نساوي؟ ابوكي بعد شوي رح يرد يسأل عنا ويكتشف كذبنا. شو هالورطة هي؟ كيف بدنا نتصرف؟ نحن ما كان لازم نوافق بنوب. شو عم تقولي؟ هلا هالحكي مو وقته، ريتهم قطع لساني قبل ما اعطيها الاذن. الحق عليكي كله منك. لا تعدي تلوميني هلا، بعدين مو أنا أما أنتي. طيب شو رأيك اتصل بالكلية تبعها؟ أكيد معهم رقم حدا من المشرفين، منهم رقم المشرف وبحكي معه. ايه؟ بشرح له القصة وأكيد رح يساعدني. ايه؟ طيب يلا، شو عم تستني؟ بسرعة اتصلي فيهم، أنا رح فوت جوا لإلهي. كأنك صايرة ما كتير عم تسمعي كلامي؟ انتي شلون بتطلعي بدون اذني؟ ولا يعني ما عم تعملي لي حساب؟ انتي شو عم تقولي يا ست الكل؟ كل القصة اني ما حبيت ازعجك. هلا بلا هالحركات تبعك، ولا تقولي لي ست الكل وتجذبيها علي لاسكت لك من غير شي. معصبة من ابوكي؟ مزبوط، بس اذا كنتي معصبة منه فشو دخلني لحتى تفشي قهرك فيني بداله؟ انا عم حاسبك على اخطائك لين، وما عم حاول فش قهري فيكي. وبعدين انتي مو وعدتيني لما انقذتك من ورطتك، ولا نسيتي هالشي؟ ماشي حساوي اللي بدك اياه، بس شو رأيك يعني بدك تحبسيني بالبيت؟ ايه لحتى تعرفي مصلحتك. كلكم ما بتتقاوي غير علي، ليش ما بتسألي أليس خانم وين كانت من شوي؟ انت اهتمي بأمورك وبس، روحي على غرفتك. رح روح، اصلا مو طايق اشوف حدا منكم.
اي أليس خانم، يلي كان عم يحميكي راح، لنشوف بقى مين رح يشفع لك هلا ويخلصك من بين ايدي. صحة بابا؟ عقلبك، عود كول معي. وين أمي؟ قاعدة بغرفتها ومسكرة على حال الباب، كتير معصبة. متخانق أنت وياها؟ أكيد، منشان هيك عم تشرب يا جلال بيك. يعني شو بيطلع بيدي غير الشرب؟ تعال شاركني، بلكي بتسليني شوي، ومشان تقلي ليش مبسوط. ما جاوبتيني يا خانم، ليش بكري ليجيبك تعيشي معنا بهالبيت؟ ما جاوبتيني، تركيني بحالي ستقبل. والله أنا ماني فهماني أنتو منين بتجيبوا كل هالوقاحة هاي، ولا يعني قلة الحياة هي ميزة من ميزات عيلتكن؟ عن جد أنتي وحدة ما بتستحي، لأنك دخلتي حياتنا وخربتي عيشتنا. يلا روحي نقلعي على غرفتك، ولا تفكري أبدا أني رح أتركك بحالك تسرحي وتمرحي على كيفك. من هلأ لا يرجع بكري ما بدي شوفك ولا حتى ألمح وشك، وإلا أقبال خانم شوفي الأكل جاهز، بجهز لكم سفرة ولا بعد شوي؟ عملي اللي بدك يا، أصلاً ما خلت لي أي نفس للأكل. أليس شوفي، أمي قال مدحت بده ياكي. طيب رح شوفه. شوفي خالي هاجر، أمك سمعتها كم كلمة مو حلوة. المهم هلأ الأكل جاهز يا ابني، أنت روح اتغدى وأنا رح روح شوف البنت. إيه شايفك عم تضحك، أصبح في شي جديد ما هيك؟ إيه والله يا بابا، وأخيرا زبطت وضعي. أمي صايرة عصبية كتير، وبظن أن هالمرة مزودتها شوي. لا تظلمها، لأنه هالمرة الحق علي أنا. والله يا بابا يا ريت أمي تعرف قديش بتحبها وقديشك حريص على مشاعرها. أنت عن جد ما بتسخف فيها؟ إيه، لأنه اللي منحبهن ما منسخف فيهن. معك حق بابا، أنا ما لازم أبكي لأنه هي عم تحاول أنه تقهرني، بس أنا ما رح أضعف ولا أعطيها هاي الفرصة أبدا. أليس بنتي، أنتي لساتك مزعوجة؟ لا خالي أنا مو مزعوجة أبدا. ولا يهمك يا بنتي، أولتها وآخرتها كل شيء رح ينحل. لا تردي على أقبال، بعدين هي ما لزعلانة منك. كيف لو كانت زعلانة مني؟ حبيبتي قبل شوي كمان بهدلت لين، مو إلك وحدك. شو بنساوي؟ بدنا نتحملها. يلا تعي ننزل لتحت مشان تاكلي. لا الله يخليكي ما بدي انزل. لا بزعل منك، ولا هلأ طبخي ما عاد تاكلي منه؟ لا يا خالي شو عم تحكي، بالعكس أنا كتير بحب طبخك، بس هلأ عن جد مو قدرانة، خلص بالجوع رح أكل. طيب مثل ما بدك، بس لا تنامي قبل ما تاكلي ماشي؟ ولا بزعل منك ها؟ ماشي. يسلم لي هالوش. ألو استعلامات كلية الطب البشري، بدي أسألك سؤال، اليوم طلاب الكلية عندكم طلعوا رحلة على أبانت. إيه على أبانت؟ كيف؟ كيف يعني ما عندك خبر؟ اسأل حدا من رفقاتك بلكي هن بيعرفوا. شو هالحكي هاد، يعني أنت متأكد؟ الكلية مو منظمة ولا رحلة؟ ايه معك حق، بجوز انا فهماني غلط. مو مشكلة انا بفهم من اختي بس تجي. لا تواخذني عزبتك حقيرة. ماشي انا بورجيكي. عم تضحكي علي؟ انا بورجيكي بس ترجعي من تحاسب. وينك انت لهلأ احسان؟ معقولة تروح وتتركني هيك لحالي؟ يا حبيبتي أنا آسف بس مضطر إني أتركك كمان شوي، لأنه كرت الائتمان تبعي نسيته بالكازية. لا بعد شوي بتجهز غرفتنا.
ما رح طول، رح جيبه واجي. اللابتوب هون، عادي تسلي فيه. ما بدي تطول علي لأنه بدي أخلقي. ماشي بوستي. ماما مشان الله احكي لي حكاية. بالأول لازم تاخد الدواء تبعك. ما رح أخده. لا، شلون بدك تطيب إذا ما أخدت الدواء تبعك؟ ما رح أشرب أي شيء لا يرجع بابا من السفر. بس هو رح يزعل منك إذا ما شربت الدواء. لازم بس يرجع يلاقيك متحسن. ليش لهلأ ما حكى معنا؟ قلتي شي أمي؟ عم حاكي حالي حبيبي. وهلأ لازم تشرب الدواء تبعك. ها؟ أنا رح شوف الرسالة. لحظة حبيبي، شبك؟ من مين؟ البابا قال عم يستنى الطيارة تبعه بالمطار، مشان هيك طول. وقايل إذا مدحت ما بيشرب الدواء ما رح جيب له اللعبة اللي بده إياها. فشو رأيك؟ تعي شربينيا. أي تكرم عينك. وهلا افتح لي هالمغارة الحلوة تبعك. برافو عليك. وهلأ صار وقت الحكاية. تكرم. وهلأ الحكاية كان يا مكان بقديم الزمان، كان في أمير ساكن بالغابة وكان كتير حلو. الوحيد اللي بيقلي منك، الشي الوحيد اللي بيذكرني انك انت معي بيوم من الايام وبيحسسني انك رح ترجعي لي. بس حتى لو ضاعت الصوره لا تخافي، وشك محفور بقلبي، ولو اجتمع العالم كله ضدي وحاول يخليني انساكي ما رح يقدر، لان الحب اللي جواتي مستحيل ينتهي، وذكرياتي هي ملكي وحدي. يا الله أنا شو مشتقت لك يا أمي، وحاسة حالي من دونك ضعيفة وما بسوى شي. الوحدة رح تخنقني وحابة إنك تضميني. يا أليس، أنا معك وجنبك على طول وما رح أسمح لحدا يزعجك أبدا. ما بدي إياك تخافي. بسببك يا حلوة كانت اليوم لين رح تعرف مين اللي سرق لها شنطايتها. بس عن جد انت حلوة كتير. ها ايه بسيطة، بس وحياتك يا حلوة ما رح خليك تتهني بعلاقتك مع هذا اللي اسمه مجد. أنا فرجيك يا سميح، الجزام بدك ترجعه شو ما كان الثمن.
هذا وين بده يكون راح؟ راح اتصل فيه. عشرين مكالمة فائتة؟ يا الله مين هاد؟ سونيا؟ خير ان شاء الله. لك وينك انتي؟ من كتر الضجة ما سمعت التليفون لأنه طول الوقت كنا عم نغني ونرقص، بس خير شوفي؟ مثل الطير الطاير بتتركي كل شي من ايدك وبتجي هلأ. ايش هالحكيات سونيا؟ كيف بدي اتركهم وارجع؟ حاجة يا كذابة، قلتي لي رفقاتك. ليكي بابا رجع على البيت وقاعد عم يسأل عنك. شو هالمسحة هي؟ هاتي غيرها يا بنتي. ولا مفكرتيني هبلة مثلك؟ لك عن جد يا بانا والله ما عم امزح معك. يلا خلصيني بسرعة، تعالي قبل ما يفيق من النوم. انتي عم تحكي عن جد؟ ايه عن جد. انا هلا رح غطي عليكي لبين ما انتي ترجعي على البيت، بس من شان الله لا تتأخري قبل ما يضوج علينا. سوني انا شلون بدي اجي هلا؟ لك انا باخر الدنيا. هي مشكلتك انتي مو مشكلتي انا، لازم ترجعي. ها احسان، انا لازم روح هلا لانه خبروني انه في مشكله بالبيت. ايه فعلا في مشكله، السياره خربانه. انا كنت حاسس من الاول انه رح تتعطل. احسان انا عم قلك مشان الله لازم ارجع على البيت. ليش هلا مو وقت اسئلتك احسان؟ يلا قوم رجعني على البيت، قوم بسرعه يلا. شلون بدي رجعك هلا؟ قلت لك السياره ما عم تشتغل. ما بعرف، قوم دبر حالك، بس المهم اني ارجع اليوم على البيت وباقصى سرعه. السياره ما رح تتصلح لبكره الصبح، فاجلي روحتك لبكره. ستك تعبانه؟ مو ستي، بابا. بابا اجى من السفر وقعد عم يسال عني. انا انتهيت يا ربي انتهيت. سرقتك للشنطة مكشوفة من أول يوم. كيف هيك؟ طيب وين اسم المرسل؟